ينضم إلينا مراسلنا من القاهرة محمد الحمراوي، ومن الخرطوم عفراء فتح الرحمن. أبدأ معك عفراء من التفاصيل وردود الأفعال بعد الإعلان عن ملء مبكر دون اتفاق. مساء الخير هبة. تحدث رئيس وفد التفاوض السوداني الأستاذ مصطفى حسين الزبير بأن أثيوبيا قد بدأت بالفعل في خطوات الملء الثاني بجانب أحادي لسد النهضة، وقال إن هذا التاريخ قد بدأ، تاريخ الملء بالطبع قد بدأ في الأسبوع الأول من شهر مايو، وتحدث أيضا أن هذا الأمر يؤثر على أمن السودان المائي وبصفة خاصة على مسألة السدود السودانية. ومعلوم بالضرورة أن السودان، وزارة الرية السودانية بالتعاون أيضا مع الكهرباء، قد وضعت خطة تحاول أن تجنب السودان مسألة العطش وتجنب السدود مسائل كبيرة جدا، من أبرزها التهديد بالانهيار. إلا أن أثيوبيا قد حولت هذا الملء الذي تحدثت عنه على لسان وزارة خارجيتها وعلى لسان أيضا رئيس الوزراء أبي أحمد بأنه سوف يكون في يوليو، الآن قد كان في شهر مايو. السودان تحدث أن لديه أدلة دامغة وهي تعلية السد، سور السد، وأيضا احتجاز عدد كبير من المياه أو كمية كبيرة من المياه أمام بحيرة السد، مما يشي أن الملء الثاني قد بدأ بالفعل. أيضا السودان تحدث أن هنالك جولة كبيرة سوف تبدأ لتعريف العالم بأن أثيوبيا قد بدأت بالفعل في هذه الخطوة من جانب أحادي، وستكون هذه الجولة عربية وإفريقية وكذلك دولية. ومعلوم أن السودان كان يدعو لأن تكون المفاوضات هذه برعاية رباعية وليس برعاية الاتحاد الإفريقي فقط، إلا أن أثيوبيا قد رفضت هذا الأمر، والجهات الأربع بما فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن، كان بعض هذه الجهات قد طلب موافقة الدول الثلاث، وما دامت أثيوبيا لم توافق هذا يعني أن الاتفاقية الرباعية أو المفاوضات الرباعية هي مجمدة. أيضا من الأشياء المهمة جدا في هذه المسألة، مسألة ملء سد النهضة، أن هذا الملء سيشكل عبئا ثقيلا على السودان، ليس في مجال السدود فقط إنما حتى في مجال مياه الشرب. ومعلوم أن الملء الأول قد أخرج العديد من محطات مياه الشرب ليس في مناطق بعيدة وإنما حتى في العاصمة الخرطوم، قد أخرجها تماما عن الخدمة نسبة لانحسار النيل الأزرق. هذا الأمر طيب الآن السودان يحاول. عفوا لمقاطعتك، اسمحي لي أن أنتقل إلى محمد الحمراوي لينقل لنا ردود الفعل المصرية حول التصريحات السودانية، وما إن كان هناك خطوات تم الحديث عنها للتعامل مع هذا الخرق أو المخالفة التي تعد مخالفة أولى في هذا الملف وفقا للمفاوضات السابقة. تفضل محمد. يعني هبة، حتى هذه اللحظة لم يخرج أي تصريح أو تعقيب من جانب الخارجية المصرية أو من جانب وزارة الرأي المصرية فيما يتعلق بهذه الأنباء التي تحدثت عن ملء ثاني مبكر من جانب إثيوبيا، لكن القاهرة كانت قد أصدرت آخر بيان على لسان وزارة الخارجية المصرية في 20 من الشهر الجاري، وأوضحت خلاله بأنها تتوقع يعني مخالفة إثيوبيا لكل الأعراف وكذلك الاتفاقيات التي تمت ما بينهما، وأنها مستمرة في مسلسل المماطلات وأيضا الإقدام على الإجراءات الأحادية فيما يتعلق بالملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وحذرت من تلك الخطوة، وتعهدت كذلك مصر بالحفاظ على حقوق مصر المائية وكذلك ذلك أيضا تلبية وتوفير احتياجات المصريين من المياه خلال الفترة المقبلة، مع توارد الأنباء التي تتحدث عن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني في شهر يوليو المقبل. القاهرة أوضحت في هذا البيان بأنها تعمل في مسارين، الأول فيما يتعلق بإعادة إطلاق المفاوضات من جديد وإلزام إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم وشامل فيما يتعلق بسد النهضة وخاصة ما يتعلق بالملء الثاني للسد. كذلك أيضا القاهرة تعمل وأوضحت في هذا الأمر يعني التصريحات التي كانت قد خرجت من وزير الخارجية المصري فيما يتعلق بالتعامل مع الملء الثاني، كان هذا البيان توضيحيا فيما يتعلق بعمل القاهرة على يعني امتصاص الآثار الجانبية حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني، بأن مصر تعمل على يعني إجراءات معينة وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الفنية التي تقوم بها من خلال التنسيق مع وزارة
وزارة الري المصرية ب يعني استيعاب هذه التي يعني هذا الامر الذي وصفته وزاره الري المصريه بانه سيكون صدمه مائيه فيما يتعلق باقدام اثيوبيا على هذا الملء دون التنسيق ودون التوصل الى اتفاق. القاهره فيما يتعلق بالخطوات تواصل التنسيق مع الاطراف الاقليميه والدوليه. اخر تلك الاتصالات والتنسيق المواقف كان مع الرئيس الامريكي بالامس في الاتصال الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره جو بايدن، والذي اكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بشكل كامل الشواغل المصرية وتعمل على يعني وضع حل لهذه الأزمة في القريب العاجل، وفيما يتعلق أيضا بالتنسيق مع الأطراف الدولية للتوصل لاتفاق قانوني وملزم. نعم، كنت معنا من القاهرة محمد الحمراوي، ومن الخرطوم عفراء فتح الرحمن مراسلة الغد، شكرا جزيلا لكما.